قتلت مستوطنتان وأصيبت ثالثة في عمليات إطلاق نار استهدفت مركبة قرب مفترق الحمراء في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة. نحن الآن في مكان تنفيذ عملية الأغوار، عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق هذه المنطقة، في هذا المكان حصلت العملية، عمليات بحث كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة الطيران عن منفذ العملية الذي تمكن من الانسحاب من المكان وترك خلفه مستوطنتين قتيلتين و ثالثة مصابة بجروح خطيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر عشرات الحواجز على الطرق المؤدية إلى منطقة أريحة والأغوار. هذه منطقة فعليا حساسة جدا، هي مثلث يضم معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، معسكر الحمراء وحاجز الحمراء ومستوطنة الحمراء، مثلث يضم كل مكونات الوجود الإسرائيلي في منطقة الأغوار، معسكر ومستوطنة وحاجز. في هذا المكان تماما حصلت العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة. جيش الاحتلال ينتشر بشكل كبير في هذا المكان وعمليات بحث مستمرة وإغلاق للشوارع وفرض حصار على منطقة أريحة والأغوار بحثا عن منفذ العملية الذي تمكن من الفرار والذي نفذ عمليته فعليا في وقت حساس جدا ومنطقة حساسة جدا. عميد شحادة، العربي، الأغوار.